فيها، من اللي متخزن فيها الكيميكال انرجي. واحنا قلنا ميس ان الانرجي ترانسفير فروم اي فورم تو اي تو انذر، بتتحول من شكل الاي لشكل، لكن هل بيحصل لها ديسترويد او بتتدمر؟ لا، لكن الميس بتتحول من فورم الاي لفورم. احنا قلنا الميس طالما هي الباتري دي كده جواها كيميكال اي انرجي، هو انا الميس ينفع احولها يعني لشكل تاني؟ او الكيميكال انرجي اللي انسايد الباتري دي هتتحول لالكتريك، والالكتريك هيتحول لمين؟ للايت. تمام. طب يا ميس جربها لنا تاني. ادي عندي يا ميس الباتري، الباتري جواها قلنا ايه؟ كيميكال انرجي. تمام. طب يا ميس انا عايزه اخلي الفان دي تعمل ايه؟ تعمل روتيشن او تلف. هي محتاجه ايه؟ الكتريك. هجيبها منين؟ قال لي الكيميكال يا ميس دي هيحصل لها تشينج، هتتحول لايه؟ لالكتريك انرجي. والالكتريك انرجي يا ميس تشينج ايه؟ هتتحول لايه؟ لكينيتيك ايه؟ انرجي اهي. تمام. طب يا ميس ادينا فورم تاني او شكل تاني. انا ممكن يا ميس من الالكتريك دي او من الكيميكال، بقى خلينا من الاول الكيميكال، اعمل ايه يا ميس؟ احولها لايه؟ لساوند. تعالوا كده مع بعض، ولازم خلي بالنا كل الوصلات بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى متوصله صح. ماشي. يبقى انا ميس من كيميكال لالكتريك، والالكتريك تشينج انتو ايه؟ ساوند. يبقى انا غيرت الفورمز بتاعت مين؟ بتاعت الانرجي. طب يا ميس هل ينفع احولها اللايت؟ ينفع. تعالوا كده مع بعض نشوفها. يبقى من كيميكال لالكتريك لايه؟ للايت انرجي. تمام. قال لي طب يا ميس دلوقتي احنا عندنا هنا سولتي سولوشن او محلول ملح، تمام، ده كيميكال بردك ايه؟ انرجي. انا يا ميس عايزه اخلي اللمبه دي تنور، يبقى انا محتاجه الكتريك ايه؟ انرجي. طب الالكتريك انرجي دي هجيبها زي الكيميكال، هيتحول لالكتريك، ومن الالكتريكال لايه؟ لللايت اهي. تمام. ممكن يا ميس بصي ده كلوك او منبه، شغلهولي، انا محتاجه الكتريك، هجيبها منين؟ نفس الحكايه اهي، شايفينها اهي. تمام. قال لي طب يا ميس عايزين ساوند، نفس الحكايه. سامعني يا سوق؟ بس هو صغنون يعني، هو صغنن على قده يعني. ماشي. يبقى انا يا ميس اعرف دلوقتي احول الانرجي من فورم الايه لفورم الكيميكال لالكتريك، والالكتريك ممكن احولها لساوند، ممكن يا ميس احولها لايه؟ للايت. في حاجه احنا قلناها السيشن اللي فات، ان اي حاجه بتديني لايت بتديني هيت انرجي او ثيرمال انرجي. يعني انا ميس يعني بعد فتره كده انا هلاقي الايه؟ هلاقي يا ميس اللايت دوت يتحول الى ثيرمال انرجي او هيت انرجي، لكن اي حاجه بتديني هيت ينفع تديني لايت؟ ما ينفعش. تمام. يبقى دي كده ترانسفورميشن بتاعت مين؟ بتاعت الانرجي. تعالوا هنا كمان، ادي الكيميكال اهي، انرجي في الباتري، وعندي طبعا يا ميس ايه؟ وايرز، وعايزه يا ميس اعمل لايت اب لمين؟ اهي شايفين؟ فهمتوا كده؟ اتفضل.